السلام عليكم اختي. السلام عليكم. خا قدمي لنا راسك وشنو المشكل اللي عندك؟ انا جبرا كريمه جيت نهضر على واحد. خا حاولي ترفعي صوتك شويه. انا جبرا كريمه جيت نعاود لكم واحد الموضوع على حساب دارنا. حنا كنا ساكنين حنايا في درب حجر زنقه 7، 50 عام وحنا ساكنين. ملي مات الوالد مولين الدار بغاو يخرجونا. واخا امتى مات الوالد ديالك وامتى بغى يخرجوكم هاد الناس؟ 2015. حنا دابا 4 سنين وحنا معاهم في الدعوه، كنخلصوا الكري ديالنا كنديروا كلشي. واخا شحال من عام وانتوما كارين؟ 50 عام. 70 واخا. اش قالوا لكم هاد الناس هادو مالين الدار هادي؟ شنو قالوا لكم؟ دعونا جابوا هما الخبير، جبنا حنا الخبير حنا جبنا محلف، قال لنا ان هاد الدار هادي خاصها عاد ترميم، ولا الدار ما كيصلحوش هما الوراثه ما عندهمش باش يخرجونا حنا باش يتفاهموا معنا يخرجونا. داروا لنا القضيه ديال قائمه للسقوط. واخا وهاد الدار هادي نتوما فاش جبتوا الخبير ديالكم شنو قال لكم؟ ملي جبنا الخبير ديالنا قال لنا، حاولي ترفعي صوتك شويه. ملي جبنا الخبير ديالنا قال لنا ان هاد البودرات اللي كاينين هنا ما عنديش انا شاري بارطمان جديده وما عنديش هاد البودرات فيها صحاح، الدار خاصها الترميم، مالين الدار ما كيرموش. يعني بغى يخرجوكم هكاك؟ بغى يخرجونا وحنا عندنا المرضى، هو واحد مريض كي غنديروا ليه؟ وكل ساعه كيجي هو واحد مريض، واحد اخر مريض حتى هو مسطي، امي مريضه مشله من ايديها ومن رجليها، فين غنخرجوا؟ ودابا قال لك المرض كورونا، ما كاينش فين غنخرجوا، ما عندناش. واخا شنو بغيت تقول لهاد الناس هاد المانين الدار هادي؟ شنو بغيت تقول لهم؟ بغينا نقول لهم حشومه عليهم على هاد الشيء، حنا راه كنا جيران، كنا بحال العائله، يديروا لنا بحال ما هكا وما عارفين الوضعيه ديالنا وعارفين كل شيء. حنا راه واحد كنوحلوها في ليكوش. واخا انت عندك خوك مريض، الوالده ديالك مريضه، فين غتديهم؟ لا قدر الله وخرجتي من الدار. فين غنديهم اخويا؟ غادي الا خرجونا جابوا لنا صحه، جابوا لنا داك الشيء صحه، غادي نخرجوا غنبركوها في الزنقه. غنديرو غيادة وغنبركو في الزنقة، عاش الملك. الله ينصر. الله ينصر سيدنا. واخا شكون كيصرف على خوك دابا؟ اش كيدير الحالة المادية ديالك؟ أنا اللي كنصرف عليهم أخويا، ما كاينش اللي يصرف عليهم. كان واحد خويا خدام تا هو برك. مريض من رجلي تا هو برك. وهادشي اللي كنقول فيه بالدلائل. ها الوراق ها كلشي. هذا راه يلاه درنا ليه سكانير بمليون ونص. طلبنا الناس عاونونا باش درنا ليه سكانير. فين غنخرجهم؟ فين غنحطهم؟ كون عندنا عافين نمشي وما غنبركوش، راه العذاب كل ساعه كيجي مقدم. خرجوا 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 خرجوا، راه غنلوح لكم حوايجكم في الزنقه. سينيو، علاش غنسينيو؟ سينيو باش تخرجوا. تجينا ورقه من المحكمه. انتوما شحال من عائله ساكنين هنا؟ حنا جوج عائلات، حنا واحد الجار معانا تا هوايا، وهما قبل ما يخرجوا فرقعوا القادوس. شكون هادو اللي فرقعوا القادوس؟ مال الدار. واش الكرايه يخرجوا والوراثه باقيين ساكنين؟ يعني دابا الناس باقيين ساكنين، الناس ديال الدار باقيين ساكنين. البروميان باقي عامر والسطح باقي عامر. يعني كيقول لنا هو يعني الدار الى السقوط عليكم غير نتوما. علينا حنا وحنا عندنا المرضى شتي، كون كانوا الدراري خوتي صحاح ما غنبقاوش نهار على هذا العذاب اللي كنشوفوا فيه، نهار ما غنزيدوش. واش هاد امي هادي كل ساعه كيجي عندها مقدم، شدي طاكسي ولحقي عليا، ملي كنجي كنلقاها كتبكي. هاد المراه هادي اش فيها ما تخلع، كل ساعه يخلعوها. واخا خوك الاخر شنو كيقول لك؟ ما عنده مسكين امر مغلوب، اش غيقول؟ قلتي لي انا ما بغاش يبقى في الدار، كل مره بقى يجي ما بغاش، مخلوع. ملي كيشوف القرد قال لك انا نحسن نخرج قبل ما يلوحوا لي هادو، راه شراو الدار. يعني دابا هو في الزنقه، جالس دابا في الزنقه، دابا هو مع مريم كيجي يقول لي شي تهيؤات وشي تخيلات. دابا كيصحاب القيد غيدخل يخرجوا صحه، ومقدم غيخرجوا صحي، وهو كيسمع ديك الهضره اللي كيقولوا. واخا مالين هاد الدار هادو ما دواوش معاكم؟ ما قالوا لكم والو؟ ما جلسوا معانا، ما قالك نلقاو حل، ما حتى شي حاجه. جاو نيشان داروها الى للسوق نيشان. وانتم فاش جبتوا الخبير شنو قال لكم؟ قال لك الخبير ما غتريبش الدار، ماشي ما كيرموش، خاص الدار ترمم. يعني هاد الناس بغا يخرجوكم بزاف؟ بغاو يخرجونا. مشكلة كنا ما كيبرينش معانا وعارفين الوضعيه وشايفين هاد الشيء، هما كيعرفوا كلشي علينا هادشي. واش عمرك انت كتفكري شي نهار تلقاي تخرجي والديك للزنقه وخوك؟ عمرني عمرها ما طاحت لي على دماغي
ولا كنت كنتخايل غنوصلوا لهاد الحاله؟ حنا كنا خاوة، كنا حنا بحال العائله مع هاد الجيران. شنو تبغي تقولي لهم؟ بغيت نقول لهم الله ياخذ فيكم الحق، حيت عارفين عندنا المرضى وعارفين ظروفنا وعارفين حالتنا كي دايره وباغيين تخرجونا. راه الله خالقنا وما كيزمطناش، والبشر بحالنا بحالو باغي يزمطنا. شنو النداء ديالكم اليوم؟ الله ياخذ الحق. النداء ديالكم؟ النداء ديالنا كنطالبوا اننا حنا كنطالبوا ان المسؤولين يوقفوا معانا وياخذوا لنا حقنا، حيت هاد الناس هادو ما كاينينش فين غيخرجوا، كون عندهم فين غيمشيو ما غنبركوا حتى نهار وما غنبركوا حتى ليله نزيدوها. ولكن كلشي مريض، كلشي مريض. عاش المالك، عاش المالك. انا كنت يعني ما عندك فين تمشي يا امي؟ عندي فين نمشي يا الله سبحانه. هاد الناس هادو شنو كيقولوا لكم؟ هاد الناس مالين الدار، هاد الناس ما في قلبها رحمه. قال لك خرجوا السؤال، اللي بغى يمرض يمرض، اللي بغى يموت يموت. انا كل بيت فين نمشي ما نباتش فيها. يعني ما عندكش فين تمشي؟ عندي الله، عندي الله، عندي الله، عندي جلالة الملك. الله يخلي لينا، هادشي لي عندي، عندي غير الله. شنو تبغي تقول لهاد الناس هادو اللي كنتي كتحس بهم خوتك؟ شنو شنو تبغي تقول لهم؟ ودمنا ولحمنا، كانت ماكلتنا ما وحيدة وشربنا وحيدة، وهم خرجوا عليا. يعني ما شافوش من حالتك ومن حالة؟ دابا ملي شافوني ما كان عندي معي والو، الراجل مات، الولاد مرضوا، وصلاح بي قال لك خرجي. وما عندك فين تمشي المهم؟ ما عندي وليدي الله، ما عندي فين نخرج، ما عندي ما نوخر، ما عندي ما نقدم. ني شحال نمره ديال التليفون ديالكم لو بغيت تدخل شي واحد يعاونكم؟ صفر ص. ني عندكم مصاريف لي كوش للسياد عندكم؟ كوش ب 80 ريال ما تلقى فيه. نعم، باش لخرجتي ما عندك فين غتمشي؟ ما لا خرجت، هذيك هي فاش القمة، أنا كاينة ضرب تحت الحيط، ما عمري ما خرجت من تحت الحيط، أش غادي ندير؟ خاصة فرصة 53 26 54 74 70 هذا هو